أهلا بحضراتكم. أثارت استقالة الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بني جانس من الحكومة حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل الحكومة وإنعكاس هذا على حرب غزة. وما إن كانت ستضطر إسرائيل للذهاب لانتخابات مبكرة وتنوعت توقعات سياسيين وأكاديميين إسرائيليين حول القادم، ما بين أن الحكومة لن تتأثر بالاستقالة خاصة إذا حافظت على نوابها في الكنيست أو نهاية حكومة الحرب أو إضطرار رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو لعقد صفقة مع حركة حماس. ضربة موجعة لنتنياهو ومجلس الحرب الإسرائيلية، حيث شهدت الساعات الأخيرة تطورات كبيرة على الساحة السياسية في تل أبيب بعد أن فاجأ بني جانس الجميع وأعلن انسحابه من حكومة الحرب الإسرائيلية بسبب حالة التخبط وعدم الاستقرار، والذي يعود إلى إصرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على الاستمرار في الحرب على قطاع غزة، رافضا رغبة كثير من قيادات مجلس الحرب وعلى رأسهم رئيس المعسكر الوطني بني جانس بضرورة التوصل إلى صفقة تبادل وإعادة المحتجزين. هذا وأعلن عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس في مؤتمر صحفي استقالته من حكومة الطوارئ، وأكد بني جانس أن نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي، لذلك كان القرار مغادرة حكومة الطوارئ. ودعا قادة الأحزاب إلى الوقوف بجانبه من أجل إجراء انتخابات لتشكيل حكومة وحدة وطنية، معلنا تأييده للصفقة التي عرضها بايدن والذي طلب من رئيس الوزراء أن تكون لديه الجرأة لإنجاحها. هذا وأعلن جادي أيزنغوت الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية أيضا استقالته من حكومة الاحتلال تزامنا مع استقالة بني جانس. وكشفت وزارة المالية الإسرائيلية في هذه الأثناء عن تجاوز عجز الموازنة الحدود المتوقعة، مسجلا 7.2% في شهر مايو المنقضي، بزيادة عن النسبة المقدرة ب 6.6%. ليعكس هذا الارتفاع تحديات اقتصادية قد تستدعي تدابير حاسمة وإصلاحات مالية خلال 12 شهرا. أيضا خلال 12 شهرا الماضية بلغ العجز التراكمي أكثر من 137 مليار شيكل، أي نحو 46.5 مليار دولار، وهو ما يفوق بشكل ملحوظ العجز المسموح به في قانون الموازنة لعام 2024. ففي مايو وحده سجلت الإيرادات 44 مليار شيكل، أي نحو 11.7 مليار دولار، مقابل نفقات بلغت 54 مليار شيكل، أي 14.3 مليار دولار. بالتأكيد هذا بيشير إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات المالية الحالية. وفقا لمسؤول رفيع المستوى في الوزارة الإسرائيلية، فإن الوضع الراهن قد يستدعي إجراءات جذرية للتعامل مع العجز المتزايد. في سياق متصل، أشارت التقديرات إلى أن التضخم في إسرائيل قد يصل إلى 4%، وهو ضعف الهدف المحدد في قانون الموازنة للعام الجاري، وهو ما يعزز الحاجة إلى تدابير استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد. كانت هذه قراءة سريعة وشاملة حول مصير حكومة نتنياهو بعدما أعلن بني جانس استقالته أمس، وأيضا أعلن جادي أيزنغوت استقالته بعد استقالة جانس. ما هو السيناريو المتوقع؟ ما هو مصير حكومة نتنياهو؟ هذا ما نتابعه مع حضرتكم بالتأكيد خلال الفترة المقبلة، ودوما نتابع معكم كل التفاصيل الخاصة بالحرب في قطاع غزة على شاشة اليوم السابع. شكرا لكم.